مش هتصدق، الصقر بيعمل ايه لما بيوصل لسن الـ40؟ الصقر بيعيش 70 سنة، ولكنه عشان يوصل للعمر ده لازم ياخد قرار صعب جدا علشان يكمل حياته. الصقر اول ما بيوصل لسن الـ40 ضوافره بتفقد مرونتها وما بيقدرش يمسك الفريسة اللي هو بيتغذى عليه، ومنقاره اللي كان قوي وحاد بيبقى ضعيف، وجناحاته بتكون تقيلة جدا بسبب الريش اللي فيها وبتلزق في صدره، وبعدها طيرانه بيكون صعب جدا، والظروف الصعبة اللي بيكون فيها بتحطه في اختبار صعب جدا، يا إما يستسلم للموت يا إما يعمل عملية تغيير مؤلمة جدا بتستمر الـ150 يوم، والعملية دي عبارة عن إنه بيطير لقمة جبل وبيكون عشه عليها، وأول حاجة بيعملها بيضرب منقاره على الصخرة لحد ما ينكسر، وبعدين يستنى لما منقاره ينمو مرة تانية، وبعدين يكسر ضوافره ويستنى لما تنمو مرة تانية، وبعدين ينتف ريشه كله، وبعدها بـ5 شهور يبدأ الصقر يطير في السماء وكأنه لسه مولود، بيعيش لمدة 30 سنة بعدها. ولو عايز تشوف بقى فيديو كامل للصقر وهو بيعمل العملية دي صوت وصورة، هتلاقيني سايب لك لينك الفيديو في اللينك اللي موجود في البايو تحت صورة، هتضغط على صورة اللي موجودة تحت قدامك دي، هتدخلك على صفحتي على اليوتيوب، هتضغط على اللينك اللي موجود تحت اسم وصورتي هيدخلك على الفيديو. روحوا شوفوه وارجعوا اكتبوا في التعليقات سبحان الله.